أكدت تقارير صحفية توصل نادي ترابزنسبور التركي لاتفاق مع أستون فيلا الإنجليزي على ضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا للتقارير الصحفية، فإن إدارة ترابزنسبور بطل الدوري التركي اتفقت مع أستون فيلا على ضم تريزيجيه مقابل 3.5 مليون يورو. ومن المقرر أن تعقد اجتماعا مع وكيل أعمال تريزيجيه خلال الأيام المقبلة للاتفاق على البنود الشخصية في عقد الجناح المصري. أعلن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي ضم المغربي نايف أكرد مدافع نادي رين الفرنسي بعقد مدته 5 سنوات. ولم يعلن ويست هام قيمة الصفقة، بينما ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الصفقة تتم مقابل 30 مليون جنيه استرليني. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لياسر وإلهام لاستكمال ما تبقى من التسعة.